افتتح اليوم في دبي جناح مملكة البحرين في معرض جيتكس للتكنولوجيا 2015، والذي يضم 24 شركة تقنية رائدة في البحرين إضافة إلى مجلس التنمية الاقتصادية. ويقام معرض جيتكس في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة ما بين 18 وحتى 22 من شهر أكتوبر الجاري. التفاصيل في تقرير مراسلتنا من دبي إيمان المصري. يعد أسبوع جايتكس للتقنية أشهر الفعاليات التجارية المعترف بها على نطاق واسع، والتي ينتظرها سنويا المتخصصين في قطاع تقنية الاتصالات والمعلومات في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. ويواصل جايتكس اكتشاف أهم الاتجاهات العالمية في صناعة التقنية ليقوم بدمجها في قطاعات جديدة في المعرض أو في برامج المؤتمر، حيث تطلق العلامات التجارية الدولية الكبرى. يشارك قطاع تقنية المعلومات في البحرين بأربع فئات تمارس دورها في تنمية قطاع تقنية المعلومات في البحرين. الفئة الأولى هي مجلس التنمية البحريني، الفئة الثانية هي الحكومة الإلكترونية، الفئة الثالثة هي شركات القطاع الخاص، والفئة الرابعة هي تمكين. والحقيقة تحكم تمكين مع شركات القطاع الخاص علاقة خاصة، لأن تمكين قدم دعم الحقيقة يشكر عليه لتمكين شركات تقنية المعلومات في البحرين من المشاركة في هذه الفعالية الدولية. ومن المتوقع مشاركة أكثر من 140 ألف زائر من أكثر من 150 دولة في الدورة 35 لأسبوع جايتكس، ليكتشف الحلول التقنية التي تقدمها هذه الدول العارضة. وقد أعلنت شركة وورك سمارت لتنظيم المعارض والمؤتمرات أن أكثر من 24 جهة بحرينية افتتحت اليوم مشاركتها تحت مظلة الجناح الوطني البحريني. شركة سالكوم تأسست 2005 مع افتتاح السوق للمنافسة من 2005، والشركة هذه تقدم خدمات الاتصالات بجميع أنواعها وكذلك الخدمات التقنية. طبعا احنا دائما نتطلع إلى هذه المشاركات لأنها تفيد الشركة أول شيء، وثاني شيء تفيد البحرين. إذا الشركات الخارجية شافت أن عندنا بنية تحتية من التقنية، أكيد راح يكون يساهمهم إن لما يأخذون قرارهم وين يستثمرون في مكان فيه مثل هالأمور هذه. ومن أبرز الجهات المشاركة ضمن الجناح الوطني البحريني مجلس التنمية الاقتصادية والمؤيد للكمبيوتر والنديم وأوريون برو وعالم الكمبيوتر وإيحاء جرافيكس وسباتيا لحلول التقنية، بالإضافة إلى معهد درينك بلاس والجامعة الأهلية. لم تعد تقتصر مشاركة البحرين في معرض جايتكس على الحضور فقط، إنما الهدف الأهم هو تعزيز قطاع صناعة المعلومات والاتصالات ورفع حصة الشركات البحرينية المشاركة في سوق الاستثمارات التقنية الضخم. لتلفزيون البحرين إيمان المصري، دبي.